احنا في الشباب اذا فشبيب الجسم هو التناول الطبيعي 100% طبيعي 100% فوائد صفر بقايا. جبت نتكلموا على واحد النقطه مهمه بزاف استاذ. كاين كثير من الناس اللي كنشوفوا ان السمنه هي افه، السمنه هي اللي كتدي بزاف ديال الامراض، فبزاف الناس كيبغيو ياخذوا وصفه طبيعيه اللي كتنقص من الوزن ديالهم كذلك. شنو اليوم الهدايا ديالك خاصه النساء اللي كيبغيو انهم ينقصوا الوزن باش هكا كيحميوا الركيبات ديالهم، كنحميوا كذلك القلب ديالنا، كنحميوا الذات ديالنا ككل، شنو هي الوصفه اللي تقدر تهديهم؟ شوف في نظركم مشكلة السمنة خمسة الزوايا. نعم. أولا الحموضة في الجسم، وأفضل ما كاين افترض حموضة الجسم ثلاثة المواد محورية. نعم. الماء المغلى ما فيه لا بروتينات لا دهنيات. أييه. ألوغ مي تنغليوه تنطلعوا له لا بازيسيتي ديالو. نعم. فقدرة على ذوبان الدهون خارقة جدا. عندي ناس اللي من بعد 3 سومان حيدوا كريشة. نعم. ولكن غلاو الماء. الماء المغلى. الماء المغلى. كيتشرب سخونة ولا حتى يبرد؟ تشربوه دافي. مع ذاك 40 45 درجة. يعني دافي حتى يبرد غير يكون مغلى. لا لا يكون دافي. يتغلى بحال نطيبوا الشاي. نعم. ونشربوه دافي. حيت أنا سمعت يعني كاينين الناس اللي كياخذوه على الريق الصباح ولكن ماشي سخون بزاف، يعني السخونة اللي غيتحملها ينقص من الوزن كيحيد 40 درجة 45 درجة لا بأس، ولكن على الريق ممنوع. أستاذ اسمح لي على الريق ممنوع تضعف القلب والعينين. نعم. تنقولوها وكاين الناس ما تنتبهوش لهذه الملاحظه. هو كياخذوا على الريق علاش؟ اولا يلا الانسان كينوض باش قبل ما كيفطر كياخذ الماء اللي كيكون دافي اولا المغلى، الاساس انه كيحبس له واحد الشهيه واحد شويه، كيف كنقولوا حنا كنبلوكيو المعده ديالنا، لان سواء خديتي غير الماء غير العادي يعني ماشي تدافي فريمون جوج الكيسان اولا ثلاثه اولا حتى اربعه الكيسان كيبلوكي لك، ما كيخليكش انك تفطر اولا تزيد. هذه ربما هي الغايه. ولكن الوقت خطا. نعم. الوقت خطا. أننا ناخذ قبل الغداء بواحد الساعه ماش ما ناكلش بزاف. نعم. او ناخذ مع 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 العصر بعد العصر، او ناخذ من نجي نعس في الصباح. لا على الريق لا، على الريق ممنوع. نعم. الا مع العسل. فوالا دونك ما نديروش اخطاء. الناس جاو عندي ضعف لهم العينين، كاين اللي خداه ثلاث سنين، كاين اللي خداه اكثر من ثلاث سنين، خمس سنين. نعم. ست سنين، ضعف له العينين ضعف له القلب. نعم. حتى التركيز تيضعف ديال الدماغ، دونك التركيز تيضعف، اذا شو كله اخطاء. ونبهنا وبهنا كثير، ولكن الناس مع الاسف حين كيداولوا الكلام بلا بلا, بلا بلا تركيز. اذا واحد اذا نبقاو في هذه النقطه عفاك ديال الماء اللي كيكون مغلى. كاين بزاف الناس اللي كياخذوا الماء مغلى بوحديته يعني على الريق، كاين اللي كياخذوا مع الخلد التفاح على الريق، كاين اللي كياخذوا مع عصير الحامض على الريق، كاين اللي كياخذوا مع سكنجبير على الريق. هادو واش كلهم فعلا كيمشوا اننا تيضعفوا كذا وكذا، او لا فقط ملي كناخذوا الماء المغلى بوحديته؟ بوحديته هو المشكل. نعم. اما ملي تاخذوا مع الحامض او سكينجبير او مع خل التفاح. نعم. فهو تينزل المواد اللي كاينه في الجسم اللي الجسم ممكن باغي يتقوى بها شويه. نعم. اول شيء احنا محتاجينه في الصباح الباكر هو الامتصاص والتقويه. اش من تقوية عطيناه؟ نعم. ثانيا حنا من تناخذوه مثلا على الريق وبغينا انه بغينا نستافدو جسم تيقلب على ما ياكل، 70% ديال الفوائد ديال الماده اللي تناكلو في الصباح الباكر تنستافدو منها حتى 70%، اش من فائده غنستافدو بالماء؟ نعم. غادي نقيو حنا التنقي عندنا، التنقي عندنا من بعد العصر حنا. نعم. القاعده هو من بعد العصر، امعى ما باغيش تخدم دايره الاضراب. قلت لك انا بغيت نرتاح، انا بغيت نعاود نشوف جسمي اش كاين فيه، اعاده نظر، اعاده ترتيب الاوراق. نعم. كاين شي اخطاء في البنكرياس، اذا احنا خصنا اولا ننقيو جسمنا من بعد العصر، من بعد الفجر ناكلوا ماكله اللي نتقواوا بها. نعم. وهنا جسمنا تينادي وحنا اش نقولوا له؟ لا نقي نقي ماشي دابا. استاذ غنتوقفوا عند هذه. نعم. النقطه هذه اللي هي مهمه، لان الفطور الصباح هو الوجبه الرئيسيه اللي كنبداو بها اليوم ديالنا. مازال غنشوفوا الاشياء الاخرى باش نجاوبوا دائما على جواب. علما ان الدراسات الى غليتي كاس الماء او جوج او ثلاثه وشربتيهم في الحين المحموضه ما تتبقاش، حتى اللي عنده التخمه اللي عنده الاسهال اللي عنده التخمه في جسمه وعنده الامعاء عيانه اسهال او امساك ما شاء الله الماء مغلي تينقي. انا شربته البارح شويه سخون صراحه جوعني من بعد ربع ساعه. والجميل هو انه منشط هرموني، يعني حتى الناس اللي عندهم الضعف الجنسي ياخذوه قبل، فهو تيرفع الحواجز الهرمونيه والحواجز العصبيه فتيريح وتيخلي الجسم مرتاح. هذا اولا. ثاني المغلى الشاي، تنغليو شويه الماء مرقه الشاي إما فمنا وتنشربوا عليه الماء، وإما تنحركوا تنشحروها في الشاي وتنصفيوه وتنشربوا بدون سكر، لأن الشاي مغلى الشاي بدون سكر تحيد الحموضة، ومغلى الشاي بالسكر هو اللي تيبني الحموضة وتزيد في الحموضة وتتعب الأمعاء وتتعب البنكرياس وتسبب لنا السكري. عقلوا جوج، هالماء مغلي
يترو في النهار حتى جوج يترو يدير ربع ساعه في الحين ديال المشكل نعاودو نص ساعه من بعد، والا نستعمل مغلى الشاي. كاين مغلى ديال قشور الرمان عباد الله، مغلى الشيح، مغلى الزعتر، غير حنا تنقلبوا على اللي موجود في الدار. كثير الناس تيسافروا اصفار ولكن تيوحلوا في امراض بحال الاسهال، بحال التعفنات، بحال حساسيه نظرا للاجواء الغريبه اللي متغيره عليهم، وما تيعرفوش يتصرفوا. ولكن عندنا واحد الماده الا ما كانتش ممكنناش نكونوا في الحياه اللي هي الماء، ولكن طريقه الاستعمال الناس ما تعرفوش يستعملوها. مثلا كاينين الناس ياخذوا الماء مع الاكل تيديروا غازات، او تاخذوا الماء من بعد الاكل تيديروا مشاكل اللي هو انتفاخه البطن مثلا وسوء الهضم. حنا بغينا نعطيكم الماء تنغليوه غلي بحال نطيبوا الشاي وتنشربوه ملي تنوحلوا مثلا في الحالات التاليه. اولا تيكون حموضه المعده، شربوا في الحين كاس الاول نص ساعه، كاس الثاني نص ساعه، كاس الثالث ورابع. هذه الحساسيه هذه الحموضه في المعده استطعنا نضبطوها عن طريق هذا الاسلوب اللي هو متميز حتى في حاله الاسهال استعجالا بنفس الاسلوب. علاش ما ناخذوش ايترو كل نص ساعه؟ ناخذوا ايترو ثلاث الى اربع مرات في اليوم. عندي سيده زوجها لا طبيب، عيطات لي بالليل ممكن 8 8 ونص ديال الليل، وقالت لي استعجالا عندها مشاكل صحيه وعياءات وحساسيه. عطيتها الماء المغلي ايترو نص ساعه، لتر الثاني ثم لتر الثالث. الصباح عيطات لي قالت لي سي العلوي الحمد لله مشكل ما بقاش. قلت ما تقولها لي، قول لها راجل خلي طبيب يتعلم يعطيها للناس باش يحيدوا من الحساسيه والعياءات، وهكذا يمكن ان نتخلصوا من كثير من المشاكل. لقينا هذا الماء المغلي، الماء المغلي تنعتبره كل ما عندنا حساسيه، عندنا حموضه، انتفاخات البطن، عندنا مشاكل صحيه معينه، يمكن نستعمل المواد اللي هي منقيه اساسا. والغريب في الامر الماء المغلي منقي واحد، ثانيا انه ما فيش مواد اللي هي مؤثره بحال الاعشاب ولا خضار ولا زيوت ولا عسل، وهكذا تيبقى محايد ولا نوتراليتي ديالو تيخلي انه ميتازوس في الجسم تيجمع الوسخ كله وتيلوحوا بدليل. تتشوفوا البول ديالكم من بعد هذه العمليه هذه شرف الله قدر السامعين تيكون موسخ وتيكون خانز في الثلاث ايام الاولى ممكن الاسبوع الاول. وهكذا استطعنا في كثير من الحالات ديال الحساسيه الجلديه، حساسيه ديال الربو، حساسيه ديال كثير من الامراض، يمكن عن طريق الماء المغلى ان تغلبوا عليها. عندي ناس في اوروبا حاليا، من سيده في بلجيكا تم ثلاث سنوات الفحوص وما عرفوش اش عندها، وبقات تشتكي وراجلها ضاق به الحال. على كل حال ملي تسنتوا من لي فيديو الحمد لله نشرنا منا هذا الفيديو اللي خصكم تعتنوا بها وتنشروا بعدكم البعض، لقينا ان هذا الماء المغلي استطعنا عن طريقه تخلصوا باقل من ثلاث ايام من خلصنا هذه السيده من هذه العياءات اللي الفحوص الطبيه ما بينات والو، ولكن العياء كاين. خذت الماء المغلي من جهه وزيت الزيتون مع الثوم مرقد من جهه ثانيه، استطعنا على انه نحققوا الانتصار المتميز. ملي تحسوا اسهال، تحسوا بلي كونستيباسيون، اذا سيت ريغولاتور ديال لو ترانزيت، ملي تحسوا بحساسيه الجلد، الربو، تحسوا بكل تعفنات الجسم حتى الحساسيه الحكه وليزورتيكار، خذوا الماء المغلى اساسا بدايه قبل اي شيء استعجالا. ثم وضعوا قاعده عمل وانكم تكون عندكم المده العلاجيه طويله، ممكن ثلاث اسابيع، ممكن ثلاث اشهر، ممكن اكثر حسب المشكل الصحي، تعلموا تاخذوا جوج كيسان كبار ديال الماء المغلي قبل الاكل، خمسة دقائق ممكن 10 دقائق. الماء المغلي حققت به الشيء اللي ما عمري ما حققته عن طريق الادويه، لي كورتيزون بالخصوص. كان عنده ضيق التنفس، قال لي الان وليت نخوي صدري من العفن من الوسخ ومن التعفن، وهكذا وليت حر، جهاز تنفسي متميز، تنتنفس بشكل صحيح. الطبيب قال لي يا عباد الله اش هذا الماء المغلي وكيف هذا النجاح؟ هنا الناس تلقائيا فرحا بالطبيعي انه تينجحوا. قالك اولا غير مكلف، ثانيا تنعرفوا شكون هو ونختاروا من الماء اللي بغينا، ناخذوا معدني، ناخذوا النوعيه اللي بغينا وتنغليوه بالطريقه حتى بحال اللي تنطيبوا الشاي وتنشربوه بالقدر المطلوب. ديما ما ناخذوش على الريق، ناخذوا ديما بعد الافطار بساعتين، وعند الاستعجال هو اللي سيحكم، ناخذوا بالكميه اللي تكلمنا، كاس جوج كيسان كل نص ساعه ثلاثة خمس مرات في اليوم، ممكن ايترو ثلاث ليترو كل ايترو بيناتهم نص ساعه، وهكذا تنحدثوا
العلاج. كذلك في طنطان رجل عنده فوق الستينات تم 7 سنوات هذه الشهاده ديالو، تيقول انه الجهاز الهضمي معفن ومكرفصوا ادويه ما نجحناش تنخلصوا اموال وفحوص ولكن لا علاج. ملي خدا الماء مغلي اقل من 3 اسابيع قال لي العفن اللي كان في الامعاء مشى وليت حر من العياء تاع الجهاز الهضمي، وهكذا الناس تلقاو راحتهم بشكل صحيح. اذا الماء المغلي حاليا احنا مقتنعين على انه خلال النجاحات اللي تحققت تخلصنا من كثير من الامراض القبيحه منها السرطانات. اذا تصوروا كيف ممكن انه تخلصوا من الكوليسترول بطريقه بسيطه، من السكري، من الحساسيه، من ضيق التنفس، تعفنات الجهاز البولي، تعفنات الجهاز التناسلي، تعفنات الجهاز التنفسي، وهكذا يمكننا نحرروا جسمنا من تعب العفن. ثانيا تناخذوا الماء المغلي تناخذوه بصيرته منقي وحيد. هذا الماء المغلى مي تناخذوه مع 11 بالنهار تناخذوش على الريق، على الريق تناخذوا زيت الزيتون. الماء المغلى تناخذوه مع 11 لتر ونصف مغلى وتنشربوه من بعد تنشربوه من بعد الماكله بساعتين، الى تغدينا او فطرنا مع مع 8 تاخذوا مع 11 ونص، و9 ونص عاد تنبغينا نتغداو وتاخذوا مع 5 د العشيه. اذا تكونوا تغدينا بواحد 3 ساعات 4 ساعات وقبل العشاء قبل اي اكل من بعد ساعتين. فالماء المغلي يترونس مع 11 يترونس مع 5 د العشيه. كل الناس اللي خداوه قالك على انه جسمنا نقى، الاكسجيناسيون كاينه، الحيويه كاينه، والجسم كله استطاع على انه ينشط نشاط.